السيسي والبرهان يؤكدان تمسك مصر والسودان بالتوصل إلى اتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة. اليونان تتهم تركيا بتدمير أي مساع لعقد محادثات بناءة من خلال خطواتها الاستفزازية شرقي المتوسط. وترامب وبايدن يكثفان جولاتهما في الولايات المتحدة قبل أسبوع من انتخابات الرئاسة. السادسة مساء، الرابعة في غرينتش، نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من القاهرة. أهلا بكم، والبداية مع دينا زهرة. أهلا بك دينا. أهلا بك شادي، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام. في تفاصيل هذه النشرة، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي الموقف المصري الاستراتيجي الثابت الداعم لأمن واستقرار السودان وشعبه، وحرص مصر على مواصلة التعاون والتنسيق مع السودان في كافة الملفات محل الاهتمام المتبادل، والدفع نحو سرعة تنفيذ المشروعات التنموية المشتركة كالربط الكهرباء وخط السكك الحديدية من أجل شعبي البلدين. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي بقصر الاتحادية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسيد عباس كامل رئيس المخابرات العامة، والسفير المصري بالخرطوم. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد الرئيس رحب بأخيه الفريق عبد الفتاح البرهان بالقاهرة، مشيرا سيادته إلى الروابط الأزلية التي تجمع شعبي وادي النيل والترابط التاريخي والسودان ووحدة المصير والمصلحة المشتركة التي تربط بين الشعبين الشقيقين، ومؤكدا الموقف المصري الاستراتيجي الثابت الداعم لأمن واستقرار السودان وشعبه الشقيق، وحرص مصر على مواصلة التعاون والتنسيق مع السودان في كافة الملفات محل الاهتمام المتبادل، والدفع نحو سرعة تنفيذ المشروعات التنموية المشتركة كالربط الكهربائي وخط السكك الحديدية من أجل شعبي البلدين. كما أشار السيد الرئيس إلى متابعة سيادته الحثيثة لكافة التطورات الراهنة على الساحة السودانية إقليميا ودوليا، مؤكدا سيادته مساندة مصر لإرادة وخيارات القيادة السياسية في السودان الشقيق في صياغة مستقبل بلادهم، ومرحبا بكافة الجهود التي من شأنها مساعدة السودان على مواجهة الأزمة الاقتصادية لما فيه صالح الشعب السوداني، بالإضافة إلى تحقيق الاستقرار والسلام الإقليميين. من جانبه أكد الفريق البرهان متانة الروابط التاريخية المتأصلة بين مصر والسودان، مشيدا في هذا السياق بالجهود المتبادلة لتعزيز أواصر التعاون المشترك بين البلدين، ومؤكدا حرص السودان على مواصلة التنسيق مع مصر في كافة الملفات محل الاهتمام المتبادل. كما استعرض رئيس مجلس السيادة السوداني تطورات الأوضاع في السودان والجهود المبذولة للتعامل مع المستجدات في هذا الصدد، بما فيها التوقيع مؤخرا في جوبا على اتفاق السلام بين الحكومة السودانية وعدد من الحركات المسلحة، معربا في هذا الخصوص عن تقدير بلاده للدعم المصري غير المحدود للحفاظ على سلامة واستقرار السودان ومؤازرته للنجاح في المرحلة الانتقالية الراهنة. وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد التباحث حول مجمل القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل، كما تم استعراض تطورات ملف سد النهضة في ضوء الموقف الحالي للمفاوضات الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا تحت رعاية الاتحاد الإفريقي، حيث تم التوافق حول الأهمية القصوى لقضية المياه بالنسبة للشعبين المصري والسوداني باعتبارها مسألة أمن قومي، ومن ثم تمسك البلدين بالتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يضمن قواعد واضحة لعملية ملء وتشغيل السد ويحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف. و
وتتميز العلاقات المصرية السودانية بمجموعة من الصفات التي ترسخها وتمنحها الصلابة في مواجهة المتغيرات، حيث شهدت علاقات الجانبين زخما كبيرا خلال الفترة الماضية، خاصة في ظل الدعم الكبير الذي تقدمه القاهرة للخرطوم. إنه العمق الاستراتيجي الجنوبي لمصر والذي يمثل أمنه واستقراره جزءا من الأمن القومي المصري. إنه السودان الشقيق الذي يربطه بمصر تاريخ مشترك حافل وحقائق الجغرافيا الطبيعية والبشرية التي لا يستطيع أحد القفز عليها. تتصف العلاقات السياسية بين مصر والسودان بمجموعة من الصفات التي ترسخ منها وتمنحها الصلابة في مواجهة المتغيرات. ويبدأ التشاور والتنسيق السياسي بين القاهرة والخرطوم من القمة، ففي جميع الحقب والمراحل كانت العلاقة المباشرة بين القيادتين هي الأقرب والأيسر دائما. الرئيس السيسي طالما أكد في كل مناسبة ومنها لقاؤه برئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان على الموقف المصري الاستراتيجي الداعم لأمن واستقرار السودان وحرص مصر على مواصلة التعاون والتنسيق مع السودان في مختلف الملفات محل الاهتمام المتبادل. وفي أغسطس الماضي قام رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بزيارة ناجحة إلى السودان برفقة وفد رفيع المستوى، وتم التأكيد خلالها على التزام البلدين بتعزيز التبادل التجاري وتذليل العقبات التي تعترض انسياب الحركة التجارية والاتفاق على التعاون في مجال النقل وإعادة هيكلة هيئة وادي النيل للملاحة النهرية ورفع قدرتها التنافسية وتطوير أسطولها. كذلك أثمرت زيارة مدبولي للسودان على أهمية المضي قدما في زيادة قدرة مشروع الربط الكهربائي بين البلدين من 70 ميجاوات وصولا إلى 300 ميجاوات. وفي مجال الصحة تم التأكيد على التعاون في مجال مكافحة الأمراض ومراجعة إطار عمل إرسال القوافل الطبية المصرية المتخصصة ودعم بناء القدرات في السودان وتعزيز استفادة السودان من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لعلاج مليون أفريقي من فيروس سي. وفضلا عن العلاقات الثنائية متعددة المجالات، فإن هناك الكثير من الملفات والقضايا الإقليمية التي يعد تنسيق مواقف البلدين بشأنها أمرا حيويا لصالح الشعبين والأمة العربية والقارة الأفريقية والمنطقة بكاملها، وفي مقدمتها ملف مياه النيل، التعاون بين دول حوض النهر لصالح الجميع، ملف الأمن والاستقرار في حوض البحر الأحمر والقرن الأفريقي. أكد رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أهمية المشروعات الكبرى التي تنفذها وزارة الإسكان في تحقيق التنمية المطلوبة، وكذا المساعدة في إحداث انتعاش اقتصادية وتوفير فرص العمل لملايين الشباب. وأشار مدبولي خلال اجتماع مع وزير الإسكان دكتور عاصم الجزار إلى متابعة الرئيس السيسي المستمرة لمشروعات مدن الجيل الرابع الجديدة التي يتم تنفيذها، وكذا مشروعات تطوير المدن القائمة وفي القلب منها تطوير القاهرة التاريخية. من جانبه أشار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى أنه تم إنفاق 35 مليار جنيه خلال الفترة من أول يوليو الماضي وحتى 26 من أكتوبر لتنفيذ المشروعات التي تعمل عليها الوزارة في هذه المرحلة. أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أهمية دور الحيوي لوزارة الثقافة في النهوض بالوعي والفكر من خلال ما تقوم به من أنشطة وتدشين الكيانات الثقافية في مختلف المحافظات.
وخلال اجتماعه مع وزيرة الثقافة استعرضت الوزيرة ما أنجزته الوزارة فيما يتعلق بالتكليف الرئاسي بشأن مراجعة كافة الأصول المملوكة لوزارة الثقافة، وأوضحت عبد الدايم أنه يتم استغلال أصول الوزارة وفق طبيعة عملها، لافتة إلى أنه من المستهدف افتتاح 19 مشروعا ثقافيا في 11 محافظة بتكلفة مالية تقدر بمليار و132 مليون جنيه حتى يونيو 2021. تفقد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب. استمع وزير الدفاع إلى شرح لكافة مراحل العمليات والجهود المبذولة لملاحقة العناصر الإرهابية. تفقد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب، وذلك لمتابعة مراحل سير العمليات العسكرية وإجراءات التأمين من مركز العمليات الدائم بقيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب، وذلك بحضور الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة. واستمع القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي إلى عرض قرار قائد قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب الذي تضمن شرحا لكافة مراحل العمليات والجهود المبذولة لملاحقة العناصر الإرهابية وتضييق الخناق عليها، كما استعرض كل من قائد الجيش الثاني والثالث الميدانيين مراحل سير العمليات في نطاق كل منهما وخططهما المستمرة لتجفيف منابع الإرهاب بالتعاون مع أهالي سيناء الشرفاء، كذلك النجاحات التي تم تحقيقها خلال الفترة الماضية. ونقل الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تحياتي وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة واعتزازه والشعب المصري لرجال القوات المسلحة بسيناء لما يقومون به من أعمال بطولية ساهمت في القضاء على الإرهاب وعودة الحياة إلى طبيعتها لمدن شمال ووسط سيناء، مشيدا بالنتائج المحققة لأبطال الجيشين الثاني والثالث الميدانيين، وطلبهم بالحفاظ على الروح المعنوية العالية والإصرار على الوفاء بالمهام المقدسة التي كلفهم الشعب بها، مؤكدا أن القوات المسلحة ماضية بكل إصرار في اقتلاع جذور الإرهاب والتطرف نهائيا، والاستمرار في تهيئة المناخ الملائم للاستثمار والتنمية الشاملة بسيناء. بعث وزير الداخلية محمود توفيق ببرقية تهنئة للرئيس السيسي بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف. قال وزير الداخلية في البرقية إن هيئة الشرطة تعاهد الرئيس السيسي على الولاء والفداء دفاعا عن أمن الوطن أوفياء في سبيل أعلاء كلمة الحق وإرساء قيم العدل. كما بعث وزير الداخلية ببرقيات ممثلة لرئيسي مجلس النواب والشيوخ ورئيس مجلس الوزراء وشيخ الأزهر ووزير الدفاع والإنتاج الحربي ورئيس أركان حرب القوات المسلحة ووزير الأوقاف ومفتي الجمهورية. كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة إلى القيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاوني الأمن والجنود والخفراء والمجندين. أعلنت وزارة الداخلية جهودها على مستوى الجمهورية خلال أسبوع في مجالي الأمن العام ومكافحة المخدرات، والتي أسفرت عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية. نتابعها. جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع، حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة، فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن مصرع 6 عناصر إجرامية، وضبط عدد 27 عنصراً آخرين بنطاق مديريات أمن القاهرة والإسكندرية والبحيرة والدقهلية وبورسعيد وأسيوط، والسابق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها شروع في القتل والإتجار بالمخدرات والسرقة بالإكراه. وضبط معهم 24 قطعة سلاح ناري، من بينها
12 بندقية آلية وأربع بنادق قرطوش وثمانية فرد محلي وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة. وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، تم ضبط 338 متهماً وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة. وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير مرخصة، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 706 قطعة سلاح ناري، من بينها 124 بندقية و86 بندقية آلية و54 مسدساً و442 فرد محل الصنعة، وطلقات نارية مختلفة الأعيرة بلغت 2558 طلقة متنوعة، إضافة ل 1164 قطعة سلاح أبيض. كما تم ضبط أربع ورش لتصنيع الأسلحة النارية وبداخلها أسلحة نارية وأدوات وأجزاء التصنيع. وترسيخاً لمبدأ سيادة القانون، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 421,626 حكماً قضائياً، من بينها 1624 حكم جناية و152307 حكم حبس و207568 حكم غرامة و60127 حكم مخالفة. وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، نجحت أجهزة الوزارة خلال أسبوع في ضبط 14 تشكيلاً عصابياً ضمت 36 متهماً قاموا بارتكاب 67 حادث سرقة متنوع، وتم كشف غموض 47 حادث ما بين قتل عمد وسرقة بالإكراه وحريق عمد وانتحال صفة، وضبط مرتكبوها بإجمالي 75 متهماً. كما تم إعادة 11 سيارة مبلغ بسرقتها. وفي مجال مكافحة المخدرات وضبط المتاجرين فيها، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع من ضبط 1011 قضية إتجار في المواد المخدرة، ضبط خلالها 1100 متهم وبحوزتهم أكثر من 123.5 كيلوغرام من مخدر الحشيش وما يزيد عن 301 كيلوغرام من نبات البنجو المخدر وكمية من مخدر الهيروين وزنت قرابة 43.5 كيلوغرام، إضافة إلى أكثر من 16 كيلوغرام من مخدر الاستروكس وعدد 17,714 قرص مخدر. يشارك اليوم وزير الخارجية سامح شكري في الاجتماع الوزاري الذي دعت إليه جنوب أفريقيا بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي لوزراء الخارجية والري في مصر والسودان وإثيوبيا بهدف إعادة إطلاق مفاوضات سد النهضة. تأتي مشاركة وزير الخارجية في هذا الاجتماع تأكيدا على استعداد مصر للانخراط في مفاوضات فعالة وجادة بين الدول الثلاث من أجل تنفيذ مقررات اجتماعات هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي على مستوى القمة، والتي وجهت الدول الثلاث بالتفاوض من أجل إبرام اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة يحقق مصالح المشتركة ويؤمن الحقوق المائية. أكدت البعثة الدولية المشتركة لمتابعة انتخابات مجلس النواب أنها رصدت تعاوناً بين رؤساء اللجان والموظفين مع الناخبين والمتابعين. وفي تقريرها المبدئي بعد متابعة المرحلة الأولى من الانتخابات، أكدت البعثة أنه تم الالتزام بقوانين العملية الانتخابية وتقديم التسهيلات لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة للإدلاء بأصواتهم. من جانبه قال عضو البعثة بول أكومو أن أكثر الفئات مشاركة في الانتخابات فئة كبار السن، مشيراً إلى أنه كان هناك وجود ملحوظ لقوات التأمين خارج اللجان، وهو ما يعطي الناخب إحساسا بالأمان. فيما أكد عضو البعثة كوفي كانكام أنه تم توفير كافة الوسائل اللوجستية اللازمة لإجراء العملية الانتخابية.
أكدت نبيل القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتخصيص 1 مليار جنيه لدعم تكافؤ الفرص التعليمية للطلاب غير القادرين. وأضافت القباج أن هذا التخصيص يتضمن دعم 1 مليون طالب مدرسي من الأسر التي تم رفضها من برنامج تكافل، ليصل إجمالي عدد الطلاب الذين يتم دعمهم 4,400,000 طالب. وأوضحت الوزيرة أن الرئيس السيسي وجه بالمساهمة في تكاليف التعليم المجتمعي بالشراكة مع الجمعيات الأهلية والتنسيق مع القطاع الخاص. أعلنت وزارة التموين عن إطلاق 4 خدمات للسجل التجاري على بوابة الحكومة الإلكترونية، وهي خدمات الاستدلال والاستعلام وعدم الالتباس ومستخرج رسمي، وذلك اعتبارا من شهر نوفمبر المقبل. قال وزير التموين علي المصرحي أنه يتم أيضا العمل على إنشاء سجل موحد للمنشآت الاقتصادية يضم كيانات أو بيانات كافة المنشآت الصناعية والتجارية، مشيرا إلى أن ذلك يأتي ضمن جهود الدولة للتحول الرقمي، والذي أصبح ضرورة ملحة لتحقيق نهضة حقيقية والاستفادة من كافة الإمكانات ورفع كفاءة الخدمات المقدمة. وقع البابا توادروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقصية وسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج بروتوكول تعاون بين وزارة الهجرة والكنيسة المصرية في إطار المبادرة الرئاسية مراكب النجاة للتوعية من مخاطر الهجرة غير الشرعية، والتي كان قد أطلقها الرئيس السيسي في منتدى شباب العالم في ديسمبر 2019. وأوضح البابا أن الكنيسة تدعم توفير الفرص للشباب دون تمييز، مضيفا أنه بمقتضى البروتوكول سيكون هناك برامج تدريبية خاصة بتنمية المهارات الفردية والأعمال الحرفية وأعمال الريادة، وتحرص الكنيسة على تنفيذها خاصة في المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية. ومن ناحيتها أوضحت وزيرة الهجرة أن المؤسسات الدينية لها دور بارز في التوعية وتساعد في حث الشباب على البحث عن الفرص البديلة الآمنة وتعلم الحرف والمهن المختلفة التي يحتاجها سوق العمل. كما أكد البابا توادروس الثاني أن مصر هي سيدة الحضارة، وهي التي قدمت الحضارة للعالم كله. وخلال استقباله وزيرة الهجرة نبيلة مكرم ووفدا من شباب الدارسين المصريين بالخارج، قال البابا أن مصر هي التي احتضنت العائلة المقدسة وهي التي حظيت بالتاريخ الديني العظيم، مشيرا إلى أن في مصر بركة خاصة لذا يتم تسميتها الأراضي المقدسة مثل فلسطين التي ولد بها المسيح. ننتقل الآن لمتابعة كلمة بشار الجعفاري مندوب سوريا بالأمم المتحدة خلال جلسة لمجلس الأمن لمتابعة التطورات في سوريا. المتحالفة معه ومنع حرمان المدنيين من مصدرهم الرئيسي للحياة، مجلس الأمن لم يظهر التضامن على الأقل مع السوريين الذين تأثروا بالهجمات الأخيرة التي حدثت في مناطق كبيرة من بلادي. بالطبع الدول الغربية كانت ملأت طرقات الأمم المتحدة ودعت إلى عقد اجتماعات عاجلة إذا حدثت هذه الحرائق في المناطق تتعلق بالإرهابيين مثل هيئة تحرير الشام وكل تلك، بالإضافة إلى هذه الجرائم التي قام بها النظام التركي. هذا النظام أنكر واجباته لاجتماعات أستانا وتفهمه لحيال النظام إدلب واستغل مواقع المخازن التي تحدد الحدود
المؤقتة لدينا ويظل يبتز وينقل الإرهابيون الذين يدعوهم البعض المعارضة المحايدة. وفدي يكرر أن الجرائم التي قام بها الاحتلال التركي لن تغير بأي طريقة الواقع القانوني للبلاد الذي تحتله وكونه جزء من الجمهورية العربية السورية، أو ستؤدي إلى تغيير الحقوق السيادية للشعب السوري وأي تغيير للحدود أحادية الجانب. سعيدي الرئيس، الدول تستمر في المعاقبة الجماعية للشعب من خلال إجراءات أحادية الجانب. هذه الإجراءات تخنق المدنيين وتحرمهم من الأدوات الطبية البسيطة والوقود، وإنهم ينكرون القانون الدولي وميثاق منظمتنا ودعوات الأمين العام والمسؤولون الكبار في الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان الحاجة لرفع هذه الإجراءات في ضوء التحديات التي يمثلها جائحة كوفيد-19 والحاجة للاستجابة إليها. سيدي الرئيس، أود أن أحيطكم بقرار الحكومة السورية بعقد مؤتمر دولي للاجئين في 11 و12 من نوفمبر بمشاركة شخصية أو مشاركة افتراضية من ممثلين للدول الأعضاء والأمم المتحدة والوكالات المختصة. المؤتمر يهدف إلى متابعة دعوة بلاد حكومتي لدعوة اللاجئين السوريين والأشخاص المشردين، وأدعو من ذلك الوقت المجتمع الدولي والأمم المتحدة لدعم عملية العودة. أطلقت مؤسسة شباب القادة منصة الأنشطة الطلابية للعام الثاني على التوالي. تهدف هذه المنصة إلى دعم مشروعات الشباب المشاركين في 5 مجالات أساسية، وهي التنمية البشرية، الطب، الصحة العامة، الابتكار، التكنولوجيا، ونماذج المحاكاة والبيئة. عندنا أفكار مختلفة من شباب مهتم بملف التعليم، مهتمين بملف الصحة، مهتمين بملف الزراعة، مهتمين بملف الصناعة، مهتمين بملف نماذج المحاكاة. كل طاقات الشباب دي كلها محتاجة إن يبقى في مؤسسة تجمع كل الأفكار ديت في مكان واحد عشان نقدر نقدم لهم الدعم اللي الشباب قالت عليه. إن هم كان دايما يقولوا لنا نفسنا الحكومة تسمعنا، فكنا دايما نقول لهم هل أنتوا أساسا عارفين دور الحكومة إيه؟ الدولة من استراتيجية 2030 إيه هي أساسا استراتيجية 2030؟ إيه هي اساسا الاس دي جيز؟ انتوا عارفين اهداف التنميه المستدامه؟ فابتدينا نربط اهداف التنميه المستدامه باستراتيجيه الدوله 2030 بالافكار المحترمه اللي الطلبه دي بتقدمها داخل الجامعات في مكان واحد وفي كيان واحد. لجنه التحكيم بتشوف الافكار دي كلها، بتبتدي تقول للشباب انتوا ايه اللي ناقصكم عشان مؤسسه شباب القاده تكمل معاكم بيه. احنا دايما في ظهر الشباب، دايما بيبقى في دورات تدريبيه عشان نقدر ناهل الشباب ديت على طول لسوق العمل. الحقيقه انا فخور جدا بالمشاركه النهارده والحقيقه يعني فخور بالطلبه في مصر. قد ايه الانشطه اللي موجوده والمشاريع اللي موجوده فعلا بتطمن الناس كلها ان احنا بنتقدم بقوه في بلدنا باذن الله. احنا النهارده بنشارك بمجال الغواصات الاليه. المجال الغواصات الاليه بيستخدم في الحفاظ على البيئه وفي مجالات البنيه التحتيه بالإضافة لقطاع البترول والملاحة البحرية. إحنا UDC Student Activity موجود في هندسة القاهرة قسم الطيران وعلوم الفضاء، موجود من سنة 2008. إحنا مين اللي بنشتغل على تطوير الطيارات بدون طيار، كل السب سيستمز بتاعتها اللي هي المعروفة بالدرونز. هي يعتبر هنا في مصر ملهاش أبليكيشنز كتير قوي، ولكن هي على مستوى العالم هي تريندنج. إحنا بنشتغل على التطوير بتاع الكنترولينج سيستم بتاعها أو تصميم الهيكل بتاعها، وبنشتغل على إن إحنا دايما بنحاول نقارن التكنولوجيا اللي عندنا
باللي موجوده بره، التكنولوجيا اللي موجوده بره، عن طريق ان احنا بنشارك في انترناشونال كومبيتيشنز الى حد ما بنحقق مردود كويس. بنقدر نتواصل مع ستودنت اكتيفيتيز مختلفه جدا زينا، فنقدر نشار الافكار مع بعض اكتر. تاني حاجه الكونكشنز بتاعه وايل اف بتقدر تساعدنا عشان احنا نعرف نطبق افكارنا بشكل اسرع وبشكل احسن بكواليتي اعلى. ألقى نائب وزيرة التخطيط أحمد كمالي كلمة الوزيرة نيابة عنها خلال احتفالية يوم الاستدامة الذي تنظمه الوزارة. أكد كمالي أن الاحتفالية تأتي انعكاسا لأولويات الدولة مع الاهتمام بعدد من القضايا، منها التوطين المحلي لأهداف التنمية المستدامة بما يحقق النمو الاحتوائي والمستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة. أكد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كرم جبر أن الإعلام المصري لعب دورا مهما في توعية المواطنين، جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول تعاون مع منظمة اليونيسف الدولية حول دور الإعلام في مواجهة قضايا وتحديات مشاكل الطفولة. أوضح جبر أن الأطفال لديهم قدرة كبيرة على استخدام التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي، مضيفا أن البروتوكول يتضمن عقد سلسلة من ورش العمل وإنتاج أعمال درامية. إذا أردنا أن ننظر لمستقبل مصر بعد 10 سنين يجب برضو أو 20 سنة يجب أن ننظر للأطفال الآن إزاي بنعلمهم، إزاي بنحمي حقوقهم، إزاي بنحترم حريتهم. في ظواهر مهمة جدا أن الأطفال، يعني أطفال هذا الزمن لو جاز التعبير، على قدرة بالغة في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، على قدرة بالغة في استخدام الموبايلات والتكنولوجيا وغيرها. فهنا تأهيل الطفل وتنمية ثقافة الطفولة مهم جدا في هذه المرحلة، وإن الإعلام يلعب دور كويس سواء في الأعمال الدرامية، في المسلسلات، في الأغاني. ما نقدمش أبدا صورة مشوهة للطفل أو تنتقص من حقوقه. الاتفاق اللي عملناه النهاردة هيتضمن ورش عمل، هيتضمن محاضرات، هيتضمن إنتاج أعمال درامية. قال وزير خارجية اليونان نيكوس دندياس إن تركيا تدمر أي مساع بعقد محادثات بناءة من خلال خطواتها الاستفزازية شرقي المتوسط، وأضاف أن تركيا تحولت إلى عامل مزعزع للاستقرار في المنطقة وأصبحت وكالة سفر لإرسال المسلحين من خلال الدور الذي تقوم به في سوريا. أعلنت السلطات التركية اعتقال 22 موظفا بالسجون في عدد من المقاطعات بزعم انتمائهم لجماعة المعارض لنظام إردوغان فتح الله جولان. تزعم حكومة إردوغان أن حركة جولان تغلغلت في المؤسسات التركية بغرض الإطاحة به، بينما تقول الحركة إن أفرادها مواطنون أتراك ومن الطبيعي أن يعملوا في مؤسسات الدولة. ومنذ محاولة الانقلاب الفاشل في عام 2016 أطلقت السلطات التركية ما وصفته بحملة تطهير أسفرت عن اعتقال نحو 80,000 شخص في انتظار المحاكمة، وعزلت أو أوقفت عن العمل حوالي 150,000 من موظفي الحكومة وأفراد الجيش والشرطة وغيرهم. علقت كندا صادرات محركات الطائرات المسيرة التركية لحين الانتهاء من التحقيق في ادعاءات استخدامها من قبل أذربيجان في الحرب ضد أرمينيا. وكشفت الشركة الكندية المصنعة للمحركات والتي تستخدم لأغراض الترفيه أنه تم استخدامها في الطائرات المشاركة بالاشتباكات بين أرمينيا وأذربيجان، مشيرة إلى أن المحركات المذكورة يتم تصديرها إلى تركيا لاستخدامها في الطائرات بدون طيار من طراز بيرقدار. وصلت الليرة التركية تراجعها القياسي أمام العملات الأجنبية لتسجل أدنى سعر لها على الإطلاق عند 8.19 مقابل الدولار، وفقدت العملة التركية أكثر من 26% من قيمتها منذ مطلع العام أمام العملات الأجنبية. كان البنك المركزي التركي ثبت الخميس الماضي سعر الفائدة عند 10.25، وأرجع ذلك إلى المساعدة في تخفيض معدل التضخم.
يعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقاءات جماهيرية في ولايات ميشيغان وويسكونسن ونبراسكا، في حين يزور منافسه من الحزب الديمقراطي جو بايدن ولاية جورجيا. وتأتي هذه الزيارات في إطار تنشيط الحملة الانتخابية، خاصة مع اقتراب موعد انتخابات الرئاسة في 3 نوفمبر القادم وتشجيع المواطنين على الاقتراع. أفادت الخارجية الروسية بأن وزير الخارجية سيرجي لافروف دخل في عزل ذاتي بعد مخالطته شخصا مصابا بفيروس كورونا. يأتي ذلك بينما سجلت روسيا 16,550 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينما سجل معدل الوفيات اليومية زيادة قياسية بواقع 320 وفاة. من ناحية أخرى، أصدرت هيئة حماية المستهلك الروسية مرسوما يحظر الخدمات الترفيهية وخدمات المطاعم في جميع أنحاء البلاد ليلا في ظل إجراءات مواجهة فيروس كورونا. تعقد المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مشاورات مع رؤساء حكومات الولايات الأربعة لبحث تطورات مواجهة انتشار فيروس كورونا. شددت ميركل على ضرورة مراعاة الوضع المعرفي كمعيار لاتخاذ أي تقييدات لمواجهة تزايد أعداد الإصابة بالفيروس المستجد، ودعت إلى استغلال المعلومات المتاحة بشأن إمكانية الحماية من الفيروس، وحذرت من الدخول في مواقف صعبة إذا لم يتم الالتزام بإجراءات الحماية والوقاية. كما رفضت المستشارة الألمانية أي إجراءات لاستبعاد بيئات بعينها من الحياة الاجتماعية للوقاية من الفيروس. هذا وسجلت ألمانيا أكثر من 11,000 إصابة جديدة بالفيروس. وقد دعا أولاف شولتس نائب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى اتخاذ إجراءات إضافية سريعة في مواجهة تزايد أعداد الإصابة بكورونا. أعرب شولتس عن قلقه من الزيادة في الإصابات بالفيروس خلال الأيام الماضية، مطالبا باتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة من أجل وقف تفشي الفيروس. أعلنت وسائل إعلام ألمانية عن إمكانية تأجيل انتخابات البرلمان المقررة في سبتمبر 2021 حال استمرار انتشار فيروس كورونا. وتحدثت وسائل الإعلام نقلا عن مسؤولي تنظيم الانتخابات في البوندستاغ بأن هناك إمكانية للاعتماد على التصويت بالبريد. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من برلين عربي مرزوق مراسل إكسترا نيوز في ألمانيا. بعد التحية لك عربي، إذن أبدأ بآخر الأحداث الموجودة لدينا. وسائل أعلام ألمانية تتحدث عن إمكانية تأجيل انتخابات البوندستاغ المقررة في سبتمبر 2021، هل هناك تفاصيل عن هذا الخبر أولا؟ اهلا بك شادي، مساء الخير عليكم جميعا. الحقيقه انتخابات البوندستاغ الالماني البرلمان هتكون في سبتمبر 21 العام القادم، وبعدها في نهايه شهر اكتوبر انتخابات المستشاريه الالمانيه. الحقيقه السؤال النهارده توجه للصبح من عدد كبير من وسائل الاعلام الالمانيه للسيد جيورج تايل المسؤول عن تنظيم الانتخابات داخل البوندستاغ الالماني عن امكانيه تاجيل انتخابات البرلمان العام القادم بسبب انتشار فيروس كورونا في حاله عدم وجود اللقاح حتى العام القادم او حتى استمرار انتشار الفيروس. الحقيقه تصريحاته كانت جت مؤكده ان استحاله او ان تاجيل الانتخابات البرلمان الالماني امر مستبعد تماما، ولكن الخطوه التي
يجب أن نتخذها في ألمانيا هي كما فعلنا في انتخابات المحليات الألمانية خلال الأسابيع الماضية، وتم الاعتماد بشكل كبير جدا على التصويت بالبريد. ولكن فكرة تأجيل انتخابات البرلمان هي كانت مستبعدة جدا حسب تصريحاته. الحقيقة التصريحات دي سببها الخبر اللي كنا أعلننا عنه مبارح أن السيدة كارين باور رئيسة الحزب المسيحي الديمقراطي حزب المشاركة الألمانية أنجيلا ميركل، هم كمان قرروا تأجيل انتخابات اختيار قيادات الحزب حتى العام القادم. هو ده السبب الرئيسي اللي خلى عدد كبير من الصحفيين يسألوا النهاردة رئيس لجنة تنظيم الانتخابات في البرلمان. طيب، يوم الأربعاء هتعقد المستشارة الألمانية مشاورات مع رؤساء حكومات الولايات لبحث طبعا التطورات فيما يتعلق بانتشار كورونا. نعلم أنه ليست كل المقاطعات على نفس الرأي فيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية. مظبوط شاد. الحقيقة قبل نصف ساعة تقريبا كنت بتكلم في الموضوع ده النهاردة، الحقيقة قبل نصف ساعة تقريبا أعلن رئيس وزراء تورينجن، وهي الولاية تقع في منتصف ألمانيا شمال ولاية بان، رئيس وزراء الولاية أعلن قبل نصف ساعة أنه غير ملتزم بأي عملية إغلاق ستقررها المستشارة الألمانية يوم الأربعاء خلال الاجتماع. هو غير موافق تماما. الحجة أن نسبة الانتشار في ولاية تورينجن وسط ألمانيا عنده هناك في الولاية تقريبا لم تتخطى حاجز 6000 إصابة منذ مارس الماضي، وده السبب الرئيسي. الحقيقة زي ما أعلننا صباح النهاردة بعد الظهر، الحقيقة في عملية جدل كبيرة جدا بين المستشارة الألمانية ورؤساء وزراء الولايات، ومن المنتظر النهاردة اليوم مساء لحد بكرة في عدد تاني من رؤساء وزراء الولايات يمكنهم أن يعلنوا أيضا أنهم غير ملتزمين تماما بأي إجراءات احترازية أو أي عملية لوك داون أو إغلاق تام داخل ألمانيا كما حصل في مارس أو إبريل الماضي. نهاية هذه الأزمة ربما تصل إلى البوندستاج أو البوندسرات، المجلس الاتحاد الألماني، وجميعا سنرى خلال الأسابيع القادمة ماذا سيصفر عنه الأمر أو يوم الأربعاء بشكل تحديدا. شكرا لك عربي مرزوق، مراسل أكسترا نيوز كنت معنا من برلين. يعقد الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون غدا اجتماعا مع مجلس الدفاع الفرنسي لبحث التدابير اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا في فرنسا التي تشهد موجة ثانية للوباء. ذكر راديو فرنسا الدولي أن ماكرون سيجتمع عقب ذلك مع رئيس وزراء جون كاستكس لبحث الوضع الصحي في فرنسا جراء تفشي الفيروس. كما أكد وزير الداخلية الفرنسي أنه على فرنسا أن تتأهب لاتخاذ قرارات صعبة تتعلق بفرض إجراءات جديدة لمواجهة ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس. فرضت فرنسا بالفعل حظر تجول من 9 مساء إلى 6 صباحا في المدن الكبرى بما فيها باريس، فيما يدرس المسؤولون تقديم موعد الحظر وإبقاء الناس في منازلهم في عطلات نهاية الأسبوع باستثناء الخروج للضرورة وإغلاق المتاجر غير الأساسية. المزيد ينضم إلينا من مارسيليا خالد شقير مراسل لاكس نيوز. مرحبا بك خالد، ما هي التوقعات حول ما سيخرج به إيمانويل ماكرون إلى الشعب الفرنسي عقب هذا الاجتماع؟ تحياتي دينا ليك ولكل المشاهدين. ينتظر الفرنسيين هذا اللقاء المرتقب وهو يوم الغد للرئيس الفرنسي بعد أن اجتمع اليوم وسيجتمع بالغد مع المجمع أو المجلس الصحي وأيضا مع الوزارات المعنية وهي وزارة الصحة والداخلية ووزارة الاقتصاد ووزارة التربية والتعليم ورئيس الوزراء لاتخاذ القرار الصعب الذي يتوقعه الجميع. وكما أشرت أنت في الخبر، هذا السيناريو هو ما يتوقعه المقربون من الإليزي، وذلك حرصا على الاقتصاد الفرنسي، عملية عدم الدخول في الحظر العام كما سبق في الربيع الماضي كلف الدولة الفرنسية الخسائر الكثيرة المليارات. سيحاول الرئيس ماكرون يعني المحاولة أخيرة في عدم الدخول في هذا الحظر التام، وسيكون الحظر يعني كما توقع الجميع اعتبارا من الأماكن الأكثر خطورة، وهي أماكن كثيرة يقع تحتها 46 مليون فرنسي، منها دول هام مدن هامة زي باريس، مارسيليا، ليون، ليل وسانت إتيان وتولوز وغيرها من المدن التي تشهد تجمع كبير
للشبان، والحظر المتوقع ايضا ان يكون في تمام السابعه بدلا من التاسعه، وان يتم منع الخروج من المنازل في نهايه الاسبوع. هذا هو السيناريو الاقرب لينا، ولكن تبقى هذه مجرد احتمالات وتوقعات. اما ما سيعلن عنه الرئيس الفرنسي بعد اجتماع الغد واخذ كل القرارات اللازمه لمحاوله انقاذ الملف الصحي وايضا انقاذ الملف الاقتصادي من الانهيار لينا. طيب خالد، كنا تابعنا اثناء الموجه الاولى، يعني انجاز هذا التعبير، انتقادات وجهت لطريقه تعامل الحكومه الفرنسيه يعني في هذا الوقت بقياده ادوار فيليب لفيروس كورونا. كان هناك نقص في الكمامات، كان هناك نقص في الاطقم الطبيه المؤهله للتعامل مع هذا الفيروس، ضغط على المستشفيات. هل تداركت الحكومه الفرنسيه برئاسه جون كاستكس، وهو ياتي من يعني المحيط الطبي او الصحي، تداركت مثل هذه الاخطاء استعدادا لموجه ثانيه تبدو اكثر شراسه حتى اللحظه؟ من لا يعرف جون كاستكس كان هو مهندس ريكونفينمون، يعني كان هو مهندس الحظر، الدخول في الحظر الصحي، كان ورجل الظل. وبالرغم من ان إدوار فيليب وحكومته تعرضت لكثير من الانتقادات، لم يسلم جون كاستكس أيضا من هذه الانتقادات. بالفعل فرنسا استعدت أفضل في هذه الموجة الثانية، أكثر في أسرة العناية المركزة، أكثر في غرف عمليات توفير يعني أجهزة التنفس الاصطناعي عفوا، ولكنها لم تستعد فيما يخص الطواقم الطبية. ولهذا التخوف هو أن يشعر العاملين في قطاع الصحة والطواقم الطبية بكثير من الإجهاد، ولهذا تم إرسال رسائل للعاملين في هذا القطاع، سواء كانوا العاملين السابقين أو حتى على المعاش، ولبعض من الطلبة الانضمام في الأسبوع القادم لهذه الأطقم الطبية. من المعروف فينا أن 70% من غرف العناية المركزة الآن هي شبه يعني كاملة. بشكرك شكرا جزيلا خالد شقير، مراسل إكسترا نيوز بفرنسا. أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا إصابة رئيسه جاني إنفانتينو بفيروس كورونا، وقال الفيفا إن إنفانتينو ظهرت عليه أعراض طفيفة وعزل نفسه ذاتيا وسيبقى في الحجر الصحي لعشرة أيام على الأقل. أعلن بنك ناصر الاجتماعي أنه بناء على توجيهات وزيرة التضامن الاجتماعي سيتم تطبيق مجموعة إجراءات للتيسير على المواطنين مع بدء صرف معاشات نوفمبر يوم الأحد المقبل. وقال نائب رئيس البنك محمد عشماوي أنه سيتم تقسيم صرف المعاشات لشرائح منعا للتزاحم، مع تغذية كافة ماكينات الصراف الآلي بحدودها القصوى من النقدية باستمرار، وأيضا إتاحة خدمة الصرف من خلال 2000 منفذ من منافذ شركة فوري. شهد محمد هاني غني محافظ بني سويف المؤتمر التعريفي بالمجمع الصناعي ببياض العرب الصناعية تحت شعار مصنعك جاهز، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية لتشغيل الشباب ودعم المشروعات الصغيرة وتعزيز مناخ الاستثمار. وفي تصريحات لإكسترا نيوز صرح المحافظ بأن المجمع الصناعي الجديد يحتوي على 266 وحدة صناعية بتكلفة 860 مليون جنيه على مساحة 70 فدان. الندوة دي كان الهدف منها ان احنا نعرف اهلنا في بني سويف عن المجمع الصناعي الجديد اللي هيتم افتتاحه خلال الايام القادمة ان شاء الله، صرح عملاق موجود في منطقة بياض العرب. بنتكلم على مجمع صناعي فيه 266 وحدة تكلفة تتعدى 860 مليون جنيه وعلى مساحة 70 فدان، فهو بالفعل مجمع عملاق. بني سويف كانت محظوظة ان هو يكون موجود على ارضها، واهل بني سويف محظوظين بالفعل ان يكون مجمع بالعظمة دي موجود على ارضهم، مجمع متكامل الخدمات، في مناطق الخدمات، في مناطق للتسويق، في مناطق إدارية، في كل حاجة موجودة فعلا فيه. لا تبقى للمواطن غير أنه هو اللي هيكون موجود في المصنع، سواء هياخده بحق الإيجار أو حتى أنه هو يشتري المصنع، كل سبل التمويل متاحة، كل اللي عليه أنه هو يجيب المكن بتاعه ويبتدي ينتج.
ارتفعت مؤشرات البورصة في ختام تعاملات اليوم مدعومة بمشتريات المتعاملين المصريين، وربح رأس المال السوقي 5 مليارات و800 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 605 مليارات و903 ملايين جنيه، وارتفع مؤشر اي جي اكس 30 بنسبة 14%، كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 2.78%. ختم النشرة تذكير بأهم ما ورد بها من أنباء. الرئيس السيسي والبرهان يؤكدان تمسك مصر والسودان بالتوصل إلى اتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة. اليونان تتهم تركيا بتدمير أي مساع لعقد محادثات بناءة من خلال خطواتها الاستفزازية شرقي المتوسط. ترامب وبايدن يكثفان الجولات في الولايات الأمريكية قبل أسبوع من انتخابات الرئاسة. إلى هنا نصل مع حضراتكم لختام هذه الجولة من الأخبار. فقط نذكر حضراتكم بأن تردد إكسترا نيوز HD هو 12303 ومعدل الترميز هو 27500 ومعامل الاستقطاب أفقي. شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.